مشاهدي ومتابعي شوف في كل مكان، اهلا بكم. يعني موجودين مع حضراتكم لسه مستمرين من امام مستشفى الهرم لمتابعه يعني الحاله الخاصه بضحيه الحادث الاليم من مغني المهرجانات الشهير عصام صاصا اللي كان الحادث النهارده في صباح اليوم على الطريق الدائري. احمد مفتاح 40 عام من الفيوم هو الضحيه اللي راح وقابل وجه كريم. يعني منذ لحظات قليله بنتابع مع حضراتكم استلام الجثمان الخاص باحمد مفتاح لاسرته. يعني الاسره تتسلم الجثمان الان بعد خروج تصريح الدفن تقريبا يعني ما يقارب من بعد اذان العصر، ولكن تصريح الجثمان بعد ما استلموه كان الشقيق او اخ احمد مفتاح ما كانش عايز ان هو يبعت لهم التصريح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بحيث ان هو يجي يستلم الجثمان بنفسه. شوف اتكلم مع يعني اهل الضحيه او اتكلم كمان مع اولاد عمه مع والدته، بينوا بعض التفاصيل وبينوا بعض الامور الهامه اللي كمان يعني حاجات تزعل. يعني والده الضحيه متوفيه من وهو عيل صغير والاب تزوج زوجة ولكن كانت ترعاه وكانت بتعامله كأنه ابنه وكانت واقفة معاه في كل خطواته وفي كل حياته. قالت كلام كتير طبعا زوجة الأب اللي بتعتبر نفسها أم الضحية. زوجة الأب قالت كمان يعني قالت يعني نقول بقى والدة أحمد مفتاح يعني ضحية ده سيارة عصام صاصا اللي بيواجه حاليا تهمة القتل الخطأ أمام النيابة، لأن الحالة تم توفاها الله مباشرة فور الوصول إلى المستشفى متأثر بالجروح الكثيرة اللي كانت وألمت بيه. كانت بتقول طبعا زوجة الأب إن ابني كان بيسعى لأجل لقمة العيش وطلع على لقمة عيش الصبح ومعاه أربع أولاد والمتهم خبطه بالعربية موته ولازم ناخد حقه وإحنا مش هنتنازل عن حقه. وكمان قالت ما قدرتش أدخل المشرحة وأشوف الجثة بعد ما قالوا لي ابنك في المشرحة وقعت من طوله وما قدرتش أدخل أشوفه، كان نفسي أشوفه. الناس بلغوني الصبح إن ابني مات في حادث على الطريق واهل عصام صاصا كانوا معايا الصبح وانا معرفهمش وجابوني لحد المستشفى وقعدوا يهدوا فيا ويشربوني ميه بس ما قالوليش ان ابنهم هو اللي صدم ابني. يعني اهل عصام صاصا كانوا متواجدين مع يعني والده الضحيه ولكن ما قالوش ليها ان ابنهم هو اللي صدم احمد مفتاح ابنها. قالت كمان هو كان ماشي ازاي شارب ولا مسطول عشان يمشي يدوس ويموت في الناس على الطريق، لازم يسوق بالراحه لان دي ارواح مش لعبه في ايديهم. ابن طلع على لقمه عيشه وعنده اولاده بيجري عليهم، كان طالع بيجري على شغله وكان بيعدي الطريق عشان يروح شغله. هو عشان مطرب يمشي يدوس ويموت في الناس، دي كلمات قالها بتاثر شديد والده احمد مفتاح او زي ما وضحنا لحضراتكم في مقام والدته لان هي اللي ربته ووالدته توفيت منذ يعني نعمه اظافرها. قال يعني ابني كان طالع على اكل عيشه ومش عارفين اولاده هياكلوا منين بعد وفاته، احنا عايزين حق اولاده اللي كان طالع عشان يجيب لقمه عشانهم. اخر مره شفته من اسبوع لان قاعده في مصر وهو قاعد في البلد، بيروح ويجي كل يوم وهو كلمني. الصبح قال لي انا جاي من البلد عشان كان نازل يحضر كتب كتاب حد من قرايبه. البقاء لله، بنعزي الأسرة وبنعزي كل يعني محبي أحمد مفتاح ضحية اللي راح يعني في حادث تصادم مع مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا اللي بيواجه يعني قضية القتل الخطأ زي ما وضحنا لحضراتكم الآن، وكمان اللي كمان يعني بيتسحب منه عينة يعني لتحليل المخدرات عشان يتأكدوا هل إذا كان في وعي اثناء يعني كان مكان راكب السياره او لا، لانه كمان قال في التحيات ان هو كان سايق على سرعه 70 وما كانش مسرع، كان عادي على الطريق عادي. وقال كمان ان هو ما كانش يقصد وما شافوش، هو اللي طلع قدامه فجاه. الحديث ايضا مع ابن عم احمد مفتاح يعني بلال ابن عم احمد مفتاح قال ان احمد كان شخص محترم وكان حسن السيره في يعني في البلد والبلد كلها واقفه دلوقتي واحنا هناخد الجثمان وهنخرج لي يعني بعد ما ناخد الجثمان على طول هنطلع علشان
200. البقاء لله، انا لله وانا اليه راجعون. بنسال حضراتكم طبعا الدعاء للفقيد بالرحمه والمغفره، ويعني اخر التطورات اللي بتخص يعني عصام صاصا مطر المهرجانات الشهير. اوضحت طبعا يعني بعض الاخبار اللي بتقول ان هو تم اخلاء سبيله، ولكن بالتواصل مع بعض المصادر الموثوق يعني فيها بيقولوا انه اسلام عصام صاصا يعني متحفظ عليه الان في النيابه لحين انتهاء التحقيقات، والحين ايضا ظهور طبعا عينه التحاليل الخاصه بعصام صاصا، هل اذا كان شارب مواد مخدره كان في وعيه ام لا. ايضا يعني عصام صاصا كان خارج، يعني للعلم كان خارج من حفله في المعادي، وخلص الحفله هو وزوجته تقريبا، وكان راجع بقى من المعادي لاكتوبر على الدائري في نزله الطلبيه او المريوطيه، وحصل التصادم في تمام الساعه 7 صباحا حسب اقوال عصام صاصا في التحقيقات. منذ لحظات قليلة تم استلام الجثمان من قبل أهل المتوفي وتوجهوا به مباشرة إلى الفيوم ليتم الجثمان الليلة، أيضا دفن الجثمان الليلة. صلاة الجنازة هتقام الليلة فور وصول الجثمان، لأنه هو خرج من المستشفى جاهز على يعني الدفن على طول. بنوضح لحضراتكم اخر التطورات واخر الاحداث الخاصه ب يعني بالقضيه الشهيره حاليا دلوقتي، واللي بتتصدر المشهد اللي بتتصدر المشهد حاليا دلوقتي عصام صاصا بدهسه لاحد المواطنين اللي بيدعى احمد مفتاح. احمد مفتاح 40 عام من الفيوم، مباشرة بعد يعني دهس او بعد التصادم الشديد تم يعني طلب الشرطة، وكان في بلاغ، ولكن وعصام صاصا كمان فضل منتظر جنب الجثمان لحين يعني الانتهاء يعني من الاجراءات تماما، ان المستشفى تيجي واخدت فعلا اخدته فعلا. البقاء لله طبعا ليا الاسره. عصام صاصا كمان يعني في وضع دلوقتي حري، طبعا ما كانش يقصد، كان بالخطا التصادم كان بالخطا، ولكن يعني النيابه لسه بتباشر تحقيقاتها، والنيابه لسه بتوضح ما سيتم طبعا خلال هذه الايام القليله في هذه القضيه المثيره حاليا دلوقتي لكل مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الحادث كان على الدائري زي ما وضحنا لحضراتكم بعد تصادم شديد. احمد مفتاح الضحيه توفاه الله متاثر بالجروح. فيعني القصه من البدايه، مفتاح شاب 40 او في مقتبل يعني العمر، لسه في بدايه ال 40، 39 40 سنه، من الفيوم، بيعمل هنا في احد الشركات الخاصه، كان ذاهب لعمله، بيتردد ما بين الفيوم والقاهره كل يوم تقريبا يعني، وكان ان هو بيعدي الدائري صدمته عربيه، اتضح بعد ذلك ان هي عربيه الفنان عصام صاصا او مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا. من الصدمه بعض الشهود وبالحديث مع ابن عم المجني عليه او الضحيه، وضح كمان وقال ان هو كان يعني العربيه خبطت احمد ومشيته ل 20 متر، 20 متر بعد التصادم، طبعا ده رقم او مسافه كبيره جدا، كانت سبب في ان هي تنهي حياته مباشرة بعد التصادم والتأثر بالجروح. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ونشوفكم في لايف جديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي المتوفي وأن يرحمه وأن يرزقه الفردوس الأعلى. شكرا لكم.